الفايدة من التتبعات الجزائية هي باش الناس اللي استسهلت المسألة هذه، على خاطر هذه ماهيش حاجات سهلة، احنا لازم نرجعوا للكونتكست الكامل بتاعنا. احنا الناس الكل تعرف اليوم اللي من مش حتى من 25 جويليا، خاطر الفترة اللي مباشرة بعد 25 جويليا كانت الدنيا رايدة فيها شوية، لكن من بعد معناها بدينا كما نقولوا من أوت، فما برشا تسخين متاع بنادر ضد الإجراءات متاع 25 جويليا، ولا ثم انقسام واضح، والناس اللي هي تعتبر نفسها ضحية الإجراءات متاع 25 جويليا أصبحت تتحرك، لكن مش بطريقة سياسية معناها عادية، على خاطر كل بلاد عادي جدا باش تكون فما ناس تحكم وناس في المعارضة، لكن احنا رينا معناها استقواء بالأجنبي، رينا ناس تحب معناها تبدل هيئة الدولة بالقوة، رينا الناس تجي تحب تعمل دولة موازية. كيف تولي المعارضة هي ضرب لأسس الدولة، تولي مسألة اختيرة، تولي ماهيش معارضة، تولي حاجات ينطبق عليها القانون، تولي مخالفات وإلا جنايات، وانت وحسب الحاجة اللي قاعدة تصير. التصريح كما هكا ينجم يكون جناية. امبارح أنا في التصريح متاع غازي الشاويشي، وكنا احنا نبهنا للخطر متاع التصريح هذي قبل ما النيابة العمومية تتخذ الإجراءات اللي خذتها البارح، على خاطر راهو من غير المعقول بالشخص كما غازي الشاويشي توا كان مثلا باج فيسبوك ولا أدمينيستراتور بهاك على غالب فهمت قال حكاية كيما هذية، والله تقول هذيك هو، هذيك هو المستوى الفهم متاعهم، وما عندهمش فهم للدولة وما همش فهمين. لكن إنه هذية السيد كان وزير سابق وهو رجل قانون، ما نسيوش اللي رجل قانون ويعرف شنو معناها مسائل كيما هذية، وإحنا في فترة متوترة، حتى حد ما ينجم يخبي اللي نحن نعيش فترة متوترة. الناس فما نوع، فما معناها جزء اللي أنا حكيت عليه اللي هو خلينا نسميه المعارضة، يحب يشكك في الشرعية متاع الحكم اللي موجود اليوم في تونس. دونك طول المويان سون بون، كيف توصل المسائل هذه متاع التشكيك، انت بشي يجي يقول لك اسمع راهو الوزراء الكل استقالوا، الوزيرة هذه حتى اقتصاديا يلحق بك الأذى، على خاطر الناس تالي تستثمر توينسا ولا أجانب يقول لك هم ثم حتى استابيليتي، انت حتى لي مارشي فينانسيي فهمت في البلدين الكل تطيح، كيف تصير اخبار كيما هكايا ولا اقل. دونك هذايا اضرار، اضرار بالدوله واضرار بالسلم الاهليه. دونك من الطبيعي جدا ان تقع التبعات، وين من قبل كيف يصيروا حاجات كيما هذوما من قبل الناس عندهم اهميه كيما غازي شاويشي. نقول من غير المعقول ان لا يقع التتبع، على خاطر هذيك الكلام نتاع كل حد يتكلم وهاو هاو هاو، وناس عايشه بالاشاعات. شنو اللي درك يتكلم؟ قلوا عندي ساعه الفصل الفصل 23 من مجله الاجراءات الجزائيه انها التتبعات اللازمه ضد وزير املاك الدوله، وشنو اللي باش يفيد؟ عادي تقبل نواب على قانون الإرهاب، وهل اختلطت زيادة أو نقص تصريحه؟ الدولة، الدولة هذه كيما أنت مثلا جاي وصرح في إذاعة شمس معلمة كذبته الدولة في وقتها والحكومة في وقتها، عندك تلميذ يضربك بدبوز، تمشي أنت تعديها على الكونسي ديسيبلين، تقولي شنو باش يفيد؟ شو تشوفين تعديتوا على الكونسي ديسيبلين؟ ثم قانون الفيصل بيننا هو القانون. إيجا نقول لك ديما هذه نحب نفسرها الفكره، رانا احنا مانيش فاميليا الدوله، رانا مانيش فاميليا، مانيش ناس نحبوا بعضنا وفاميليا وعلى نو، ماهيش هذه، ماهيش علاقه عشائريه، هذه فكر ما قبل الدوله. الدوله مش معناها، معناها احنا ناس متنظمين عايشين على رقعه واحده هي رقعه البلاد التونسيه، متفاهمين في الحدود نتاعها. الدوله هذه ننتخبوا، ولينا ننتخبوا من 2010 ناس تمثلها، وناس هي اللي تحكم في الدوله هذه، وناس اللي هي عندها لي بريروغاتيف دو لا بويسانس بوبليك، وهذه ناس هي دورها باش تحل القانون. القانون شنو هو؟ القانون هو الطريقه العقلانيه، هو سلا، هو التمثيل لفكره عقلانيه الدوله. الدولة هي تنظيم عقلاني ينظم العلاقات بين المواطنين. به شنو الطريقة باش تنظم عقلانيا؟ هو القانون. اللي يغلط لازم يتحاسب، ما كانش راهو ماهوش معقول. لكن هذا كنا نحكيو دايوغ فيه في ليديتو، مش معقول راي فكرة الدولة قامت على هذيك. دونك هو شنو الإشكال؟ فما البارح حنا رينا مثلا على حمادي جبالي نفس ردود الافعال، عبيد قتلك هذايا باش نرجعوا له احنا في حتيتو شانسمون، تخليني من علق عليه، قالك هذايا تشفي،
في كيفاش تشفي توا انت هذايا بخليفه اللي هو كان رئيس حكومه سابق هو مواطن مواطن فهمت كيف انت عندك مواطن حال المحل في منطقه سكنيه فيه مواد خطيره منفجره قابله للانفجار ومن غير ترخيص ويخدم في ناس من غير ترخيص فهذايا هل يجوز او لا يجوز محاسبته حسب القانون كما تحاسب اي مواطن حتى كان ما جاش حمادي جبالي بون الحكايه يحكيوا عليها العباد على خاطر هو حمادي جبالي وعلى خاطر حركه النهضه وغير ذلك هي على خاطر تو انت معقول زاده تو هي لو كان مواطن عادي عمل العمله كما هذيه راهي نقولوا مش باهي عاد هذايا كان رئيس حكومه ويعرف القوانين معناها مش عبد عادي ما يعرفش اللي يساق باش تخدم انت ناس بالطريقه هذية ماهوش عبد عادي يمكن له ان يجهل اللي يساق باش تجي في منطقه سكانيه تحط المواد هذية القابله للانفجار دونك هاني قلت لك دونك هنا هي سلطه القانون واحنا ديما كنا حياتنا الكل ندافعوا حتى على الناس نحبوهم واصحابنا عمرنا ما كنا نقولوا مثلا هاو ناخذوا سامي الفهري انا واحده من الناس تبعوا سنوات عمرنا ما نقولوا علاش يتبعوا في سامي الفهري من غير الناس الكل سامي الفهري اليوم صدر القرار بعامين سرسي و 16 مليار 16 مليار خطية اللي في علاقه بقضيه التلزق انا واحده من الناس موقفي كان طبق القانون طبق القانون معناها كانوا غلط طبق عليه القانون كان مش غلط طبق عليه القانون رانا تونك والبارح كيف حكينا على السيدة اللي تبيع في الملاوي قلنا زيد كيما أي حد يعمل مشروع يمشي يحل باتين ده ويخلص الأداءات متاعه وكل حد لازم يمتثل الشيء هذا راه وكان بدأوا ندخلوا فيه هكا الشعبويات متاع ليه والله يذيك علاش فلين والله يذيك ناس طيبة هذاك ما عمل شيء والله غازي شاويشي بالكش على خطر شبشي زيدنا حمادي جبالي بالكش خطر رئيس حكومة سابق فرانا باش نشدوا الدنيا هذه الهرم هذه القانوني باش نهدموه وبما انك حكيت على حمادي جبالي الاخبار اللي جينا من المحكمه الابتدائيه بسوسه 2 وانه رسميا تمت احاله زوجة حمادي جبالي واربعه اشخاص على فرقه مكافحه الجرائم الماليه بالعوينه وعلى اثرها تعرضت الى معركه صحيه طلع التنسيون فحاليا تم ايواء زوجة حمادي جبالي باحدى المصحات الخاصه بسوسه لارتفاع ضغط الدم مازلنا نحكيوا في علاقه بقضيه مصنع باسمها باش نسكروا موضوع غازي الشاويش ناخذوا الطرف الثاني قبل ما نسكروا موضوع قبل ما تعداوا